Al-Baqarah 188 Iqra al-Quran fa innahu ya'thi yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong. ولا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا بريق من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألون عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون الذين يقاتلونكم ولا تعدلوا ان الله لا يحب المعتدين